الاحتلال يدعي ويزعم كذبا وزورا وبهتانا أنه يستهدف بين قوسين حركة حماس. يا أخي بلا كذب، الذي يستهدفه الاحتلال هو أنتم، نحن هؤلاء الأطفال، أطفال الضفة الغربية مستهدفون كما أطفال غزة، كما أطفال القدس، كما كل أطفال الشعب الفلسطيني، كما كل أبناء الشعب الفلسطيني. المقصود ليس اجتثاث حماس أبدا أبدا، وهناك دلائل متكاثرة. المستهدف هو الشعب الفلسطيني، المستهدف هو تمزيق الشعب الفلسطيني، الهدف هو اجتثاث الشعب الفلسطيني، هو إخراج الشعب الفلسطيني من أرضه، هو تهجير الشعب الفلسطيني من فلسطين. هم مصممون على إخراجنا من أرضنا، ونحن مصممون على البقاء في أرضنا. فشلوا على مدى 75 سنة من أن يجتثوا الشعب الفلسطيني من فلسطين، وسيفشلون بأمر الله، وهذه الأرض لن تكون إلا لنا. هذا وطننا وليس وطنهم، هذه أرضنا وليست أرضهم، هذا تاريخنا وليس تاريخهم. وإذا كان من أحد عليه أن يرحل ويخرج من أرضنا فهم، هم عليهم أن يخرجوا، هم عليهم أن يرحلوا، أما نحن فباقون هنا.